بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم لا كويزين فاتي. اليوم بإذن الله راح نقدم لكم بوراك تركي على طريقة مسمن. إذا عندنا 250 غرام فرينة، نزيد لها مغرف صغيرة تاع الخمارة الحلويات، مغرف صغيرة ملح، مغرف كبيرة عسل أو نقدر نعوضها بالسكر، مغرف كبيرة خل اللي يعطي له هشاشة، نقدروا نزيدوا مغرفة كبيرة تاع الزيت. اذا راح نبلل العجينة. العجينة ما لازمش تكون يابسة، لازم تكون نوعا ما طرية. اذا راح نجمع كامل العجينة هكذا هكذا بلا ما ندلكوا العجينة هكذا، راح نخليها ترتاح. هاي لك العجينة، نخليها ترتاح، نغطيها ونخليها ترتاح. هاي لك العجينة بعدها، يعني ما خليت العجينة ترتاح راح نوجد الصلصة. يعني وش نديرو لها؟ عندي هنا يا حبة بصلة وسكرفشت حبة زردية وحبة يعني الكورجيت، سكرفتشهم درت لهم شوية تاع لي زيبيس. لي زيبيس يبقى حسب الرغبة، كل وحدة وش حبت تدير. زدت لها طوماطيش، زوج حبات طوماطيش مرحيين ولا حبه كيما حبيتو. اذا راح نولي العجينه، راني نقسم في العجينه الى كريات متوسطه الحجم على حساب السنيوه اللي عندك. انا عندي سنيوه شويه صغيره، اذا راح ندير الكريات حسب السنيوه اللي عندكم هكذا. قسمها كامل الى كريات. انا 250 غرام خرجوا لي 6 كريات، نديرهم شويه تاع الزيت ونديرهم في الطبسيل ونغطيهم يرتاحوا. عليك نغطيهم، عليك نغطيهم لمده على الاقل 15 دقيقه. هايليك بعد العجينه بعد ما ارتاحت والتشكشوكه تاعي يعني طابت، هايليك راح نديرها دروكا. عندي شويه تاع الفرماج، الفرماج على حسب الذوق، كل وحده واش حبت تدير، كل وحده واش حبت تدير في الحشو تاعها. اذا عليك نلويها هكذا على حسب يعني كي مسمن، يعني تجبديها كي مسمنه وبعد ديريها حربوش هكذا ونحطوها في السنيوه. هاي السنيوه تاعي ماشي كبيره وماشي صغيره، اذا ديرت على حساب، ديت الكريات على حساب السنيوه نتاعي. نزيد حبه واحده اخرى وريها لكم كيفاش يعني نجبدوها هكذا. نديروا شويه الزيت، دائما تستعينوا بالزيت، نرقوا كامل الاطراف. العجينه ما لازمش تكون خشينه وما لازمش تكون رقيقه مليح هكذا هكذا. ندير دوكا شويه تاع الحشو. الحشو يبقى اختيار كل وحده واش حبت تدير. زيد شويه فرماج من بعد نلوي العجينه على الحشو هكذا. عفوا نسيت ما درت لهاش الزيت، درت لها زيت دروكا. نورمالمون نديرو الزيت قبل ما ندير الحشو هكذا. نديرها حربوش كامل، نضغط كامل، نخرج لها هذاك الهواء اللي يدخل لداخل. هاوليك نسقم كامل الاطراف ومن بعد نرفدها فوق سنيوة هكذا كما راكم تشاهدوا. هاليك بعد ما كملت درت لها الصفار بيضاء، ومن بعد راني ندير في جنجلان، دير لها كامل جنجلان. حبيتي ديري حبه سوداء ديري حبه سوداء، انا درت جنجلان. اذا هايليك ومن بعد دروكا نقطعها هكذا الى مرصوات، يعني بحجم اصابع، يعني كل وحده كيفاش تحب تقطع. اذا قطعتها الى اصابع هكذا وندخلها للفرن اللي كان مشعول مسبقا. هايليك بعد ما طابت البورك، بعد ما طاب البورك تاعنا، شوفوا كيفاش يعني خرج طري وخرج يقرمش. نهاوليك نهاوليك، يعني نتمنى تجربوه تنجحوا فيه ويعجبكم.
سيرتو في وقت هذه السخانه، يعني ما شاء الله يخرج، يعني تاكليه يعني ترافقيه بالشوربه ولا حريره ولا كيما حبيتي. هاولي كيفاش يعني يقرمش يخرج مليح. اذا ما بقالي غنقول لكم ان شاء الله تجربوه، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة. إلى ذلك الحين، سلام.